ما فيش شك طبعا ان جائحه كورونا كانت تحدي كبير جدا للقطاعات الصحيه في العالم كله، عشان كده الدوله المصريه كانت حريصه على انهاء كل الجهود الممكنه او انها تقدم كل الجهود الممكنه للتصدي لهذه الازمه، وكان عندنا خطه استباقيه من خلال التوسع في الحملات التوعويه، وضع بروتوكولات العلاج الفعاله، وكان بيتم تحديث هذه البروتوكولات باستمرار. صحيح يا شاذلي، يمكن لما نفتكر الوقت ده ونفتكر كانت السيناريوهات المتوقعة لينا احنا هنا في مصر كانت عبارة عن ايه، كانت سيناريو اسود للأسف. والحقيقة يمكن الإجراءات او الطريقة او الاستراتيجية اللي مصر اتبعتها للتعامل مع كورونا يمكن فاجأت العالم كله. الحقيقة يمكن شفنا اكبر واعظم واهم النظم الصحية في العالم كله انهارت، ما كانش في اي توقعات بالعكس لهذه النظم الصحية ان هي تقع، بالعكس حصل العكس تماما. مش بس كده، مصر كمان كانت بتساعد الحقيقة يمكن دول أخرى كتير. الحقيقة لو هنتكلم كمان عن الإجراءات الوقائية اللي يمكن كلنا أكيد فاكرينها في الوقت ده، بجانب تخصيص عدد كبير من المستشفيات للعزل وإطلاق حملات التطعيم في كل المحافظات، أعتقد كانت ملحمة الحقيقة، وكان تابعناها كلنا لحد الحمد لله ما قدرنا نوصل، العالم كله قدر يوصل لبر الأمان. خلينا نروح نشوف مع حضراتكم ونفتكر كده إزاي المنظومة الطبية في مصر قدرت إنها تتجاوز هذه الجائحة العالمية. شكلت جائحة كورونا تحدياً كبيراً للقطاعات الصحية في شتى أنحاء العالم، ولكن حرصت الدولة المصرية على تقديم كافة الجهود الممكنة من أجل التصدي لهذه الأزمة، وتبنت الحكومة خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية، فضلاً عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات، وكذلك بروتوكولات العلاج التي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقد أثبتت فعاليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس، علاوة على إجراء اختبارات للعائدين من الدول المصابة بالفيروس، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وجاء في التقرير أنه فيما يتعلق بمرحلة ظهور الإصابات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الوقائية، منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وتعليق حركة الطيران، وغلق أماكن التجمعات العامة، وفرض الحظر الجزئي. كما عززت الحكومة خطتها بإعلان وزارة الصحة تخصيص نحو 12 مستشفى للعزل وتجهيز 27 مستشفى جامعية للعزل، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات والصدر لفحص الحالات المشتبه بها، وتجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية بسعة إجمالية بلغت نحو 19.8 ألف سرير. أيضاً اعتمدت خطة التلقيح المصرية على لقاحين أساسيين، اللقاح الأول هو لقاح سينوفارم الصيني الذي تعتمد تقنيته على فيروس غير نشط يثير استجابة مناعية لدى متلقيه وتمكنه من مقاومة الفيروس، وتم تجربة هذا اللقاح سريرياً في مصر بمشاركة 3000 متطوع ضمن تجربة عالمية أطلق عليها من أجل الإنسانية. وأصدرت هيئة الدواء المصرية الحكومية الترخيص الرسمي للقاح سينوفارم في 3 يناير عام 2021. أما اللقاح الثاني فهو لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تعتمد تقنيته على النواقل الفيروسية والتي يتم فيها استخدام نسخة معدلة وراثياً من الفيروس المسبب لنزلات البرد العادية لنقل بروتين الأشواك أو ما يطلق عليه سبايك، وذلك من فيروس كورونا إلى داخل الخلايا، بما يساعد على تحفيز الاستجابة المناعية وإنتاج أجسام مضادة تلتصق فوراً بفيروس كورونا عند دخوله الجسم. أيضاً حرصت الدولة على استكمال المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.